بالنسبة لنا احنا في الدوحة عيدنا غير، نطلع لها الزيارات نحاول نحافظ عليها. كن مستعجلين ان من يقوم اول شيء ويخلص عشان ناخذ العيدية. كان ابوي الله يرحمه هو اكثر واحد يعطيني عيدية، والعيد اللي يجمع فيه اكثر شيء ما يرحم بالي. كل عام وانتم بخير والله يجعل ايامكم يا رب كلها عياد. ان شاء الله كل ايامكم فرح وعيد الله عليكم مبارك. بنسولف لكم أكثر عن العيد ويامه في صباح العيد من أول إلى رابع أيام العيد مباشر الساعة 9 الضحى.